أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر بعض الكتب التي تهتم بقصص الأنبياء وتتحرى الصحيح من أخبارهم. البداية والنهاية لابن كثير ذكر فيها قصص الأنبياء وسيرهم بداية والنهاية، واستخلص منه كتاب من البداية والنهاية، كتاب اسمه قصص الأنبياء، مأخوذ من البداية والنهاية لابن كثير ومن ما ذكره الله جل وعلا في القرآن من قصص الأنبياء. نعم.